الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، ويعطي ويرضى ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، سبحانه يغني ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا له منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويقلب الأبصار والقلوب. سخر الرياح بقدرته، فمنها الساكن ومنها الهبوب. قدر الأرزاق وفق مشيئته، فمن الناس ممنوح ومسلوب. والأنعام خلقها لنا، فمأكول ومحلوب. والخيل والبغال والحمير للحمل وللركوب. أوجد الكائنات سبحانه بحكمته، فمسلم منها ومعطوب. كل الحادثات بإرادته، وجميع الأمور محسوب. شهدت له الكواكب في شروقها والغروب، وأقرت به الأحياء في مطعومها والمشروب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو المقام المرهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وهو خاتم النبوة بين كتفيه مضروب. في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب. من خلقه مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب. نوره بين اتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع مشطوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن اتبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه ففي النار منكوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق سبحانه صلى الله عليه وسلم، وأول من يحشر على التحقيق، وحديثه غير مكذوب، بل أنه أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من الهول مكروب. هو صاحب لواء الحمد، والمنفرد بالثناء حيد الجد، حيث الفلاح أو الرسوب. هو صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. هو صاحب الحوض الأوفى، وكأس الروى الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب. تشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى. ونور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا فوز المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي، إن من نعم الله علينا أن أخبرنا وعلمنا أن هناك جنة ونار، وأن من أطاع الله دخل الجنة، وأن من عصى الله دخل النار. ونحن لا نعلم أطاعتنا وعبادتنا مقبولة كما يحبها الله ويرضاه، فنطمئن ونرجو رحمته ودخول الجنة، أم أننا نخشى عقابه وعذابه ونخشى النار. فمما علمنا أن شهر رمضان شهر بركة وإحسان، وشهر فيه ينجو المسلم ويرجو أن يعتق من النار. فخطبتنا أيها الأحبة في هذا اليوم عن كيف أعتق رقبتي، وأستغل شهر الصيام والقيام من أن لا أكون من أهل النار. فأعظم هدف ينشده المكلف في هذه الدنيا هو أن يغادرها حين الموت، وهو ضامن
أنه من أهل النعيم، وأنه من أهل الرضوان، وأنه من أهل الجنة وأهل النجاة من النار. قال الله جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن تفكر وتأمل في قول الله تعالى فمن زحزح، تبين أن الفرار من النار ليس جملة واحدة وليس مرة واحدة، وإنما يجب على المسلم أن يحارب نفسه وأن يعود نفسه على البعد من النار. فإذا ما رأى معصية من معاصي الله لا يقربها، وإذا علم طاعة يرضاها الله فعلها، فلا يطلبك الله في مكان فيفقدك فيه، ولا ينهاك عن مكان فيجدك فيه. ومنها قول أن العتق من النار، أي أن الله يقضي لهذا العبد دخول الجنة، وأنه لا يجد من النار من لهيبها أو حميمها أو عذابها شيئا، فإنه يوم الفزع الأكبر، وكذلك يوم في عذاب القبر. فمن النار الذي لا يهدى أو لا يهدأ زفيرها، ولا يفك أسيرها، ولا يجبر كسرها، فحرها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، ومقامها ومقامعها من حديد، طعام أهلها الزقوم، وشرابهم الصديد، ولباسهم القطران والحديد، أجارنا الله وإياكم منها. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه النار، نار الدنيا، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي أن نار الدنيا كافية في الإحراق والتعذيب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه، يوضع في أسفل قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه، ما يرى أي أحد أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. من علامات القبول أيها الأحبة أن الله يجتبيك ويسخر لك شهرا كريما كشهر رمضان، شهرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه عتقاء من النار. من كرم الله وعفوه ورحمته أن ينظر إلى عباده، لا يريد منهم عبادة، فلو اجتمع كل من في الأرض وكل من في السماء يعبد الله ما زاد في ملكه شيئا، ولكنه رحمن رحيم، يقول في كتابه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. شهر رمضان أيها الأحبة فرصة للعتق من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار، الذي يغلقها هو الله سبحانه وتعالى رحمة بأمة محمد، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من شهر رمضان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا بأمته، يعلم أن النجاح ليس بكثرة المال ولا بكثرة الذرية ولا بطول المباني، إنما النجاة من النار هي الفوز، والفوز برضاء الله والجنة هو الفوز. ولذلك كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأصحابه علموا التابعين، والتابعون علموا سلف هذه الأمة، إلى أن تعلمنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإنا نذكر أنفسنا أن الجنة لها طريق، وأن النار له طريق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء يؤدي إلى الجنة، وعلمنا كل شيء يؤدي إلى النار، وعلمنا كيف نمتنع عن الوصول إلى النار، وعلمنا كيف نكسب رضا الله سبحانه وتعالى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه وشرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح سبحانه فبفضله، وإن عاقب سبحانه فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طوبى لنا أيها المسلمون، فنحن في بركة تلو بركة، أصبحنا صائمين وبالليل قائمين، ونذكر الله في كل حين بتلاوة آياته وبتسبيحه واستغفاره، وإنا لنرجو أن الله يجعلنا من العتقاء من النار. ففرصة وصولنا إلى شهر رمضان فرصة عظيمة، نبذل جهدنا وكل ما في وسعنا أن نضمن ولو شيئا بسيطا من الأعمال التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لتنجينا من النار. فمن هذه الأعمال أولا ودائما الإخلاص لله، وهي تجارة العلماء في النية، في أن تجعل كل أعمالك عبادة بين يدي الله، فلا تعمل شيئا إلا لأنك تخاف من الله وترجو رضاه، بل وأنك تبذل كل ما في وسعك لأن تتعلم كيف أغير من عاداتي أن تكون عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبدا يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. أقوى ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه بيدك إذا سئلت أمام الله الإخلاص. فاخلص عملك لله، لا تنتظر مدح مادح ولا ذم ذام. إياك أنك تنظر إلى من يمدحك لتزين عملك وتتقنه وتجتهد فيه، وتتركه إن لم تجد أحدا يمدحك أو يراك. من الأعمال أيها الأحبة البسيطة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصيام صلاة الجماعة. فلزوم صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام في المسجد وفي صلاة الجماعة من الأعمال التي تضمن لك دخولك الجنة
وعدم ورودك على النار أو دخولك وخلودك في النار. وشهر رمضان فرصة أن الإنسان يعود نفسه 5 صلوات كل يوم في المسجد. ما دليلك على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبراءة من النفاق. وإن فاتك يوم فلم تستطع أن تؤديها في المسجد فاجتهد أن تؤديها جماعة مع زميلك في المكان، مع عملك، زملائك في العمل، مع زملائك في الدراسة. احرص 40 ليلة 5 فروض أن تصليها في جماعة. من الأعمال أيها الأحبة السنن الرواتب، الركعات البسيطة التي لا تأخذ 2 إلى 5 دقائق قبل صلاة الفرض أو بعدها. فهذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حتى سميت سنن رواتب، مثل الراتب الذي يوضع للموظف نهاية كل عمل. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات بعدها حرم الله عليه النار، شهادة منه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أيها الأحبة صلاة القيام وصلاة التراويح. فالذي يقوم الليل يترك مهجعه وسريره وكثرة الطعام ويأتي إلى المسجد ليقوم لله خاشعا، لن ينتظر راتبا يأخذه بعد الصلاة، ولن ينتظر مكافأة أو هدية يتلقاها في صلاته، لكنه يعلم أن ما من خطوة يخطوها إلى المسجد إلا ويكتب ذكره عند الله، وتمحى عنه السيئة وتكتب له الحسنة. فإذا ما وقف بينه وبين الله لا يوجد أحد يناجي ربه، يسأله ويدعوه وينطرح بين يديه، يتذكر معاصيه فيستغفره، ويتذكر نعمه فيشكره، ويتذكر آماله فيدعوه ويرجوه ويطلبه منها. من الأعمال أيها الأحبة المحافظة على الباقيات الصالحات، الأذكار بعد الصلاة. لا تستعجل في الأذكار، ائت بها وأنت خاشع، اعرف أنك عندما تقول سبحان الله الفائدة لك، كل خلق الله يسبحون الله لكننا لا نفقه تسبيحهم، الطير، النمل، الجبال، البحار، الحيتان، لا يأتون يوم القيامة وإذا بهم أكثر منك عملا. نحن في المسجد هذا 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، قد يأتي فلان يوم القيامة وهو بجواري في الصف فإذا به أعلى مني منزلة وأنا أدنى. لماذا؟ أخلص لله، أتى مبكرا، رغم همومه وغمومه ومشاغله إلا أنه تفرغ لله، عرف أن الدنيا ليست بهم، لا يستاهل أني أشغل نفسي بهم رزقي، فرزقي في السماء وهو الذي تكفل برزقي. أمعقول أنه يرزقك حينما كنت طفلا لا تتكلم، لا تفهم، لا تسمع، لا تتحرك، ويتركك وأنت كبير؟ ألم يرزق الطير في السماء؟ ألم يرزق الحيتان في المحيطات والبحار؟ من الأعمال أيها الأحبة المحافظة على الباقيات الصالحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، أي خذوا حيطتكم. فقالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ أهناك عدو نحتاط له؟ فقال: لا، ولكن جنتكم من النار، خذوا حيطتكم من النار. لا تنام يوم إلا وأنت تفكر: هل أنا راضٍ الله عني؟ هل صلت رحمي؟ هل أنا بار بوالدي؟ ما علاقتي بكتاب الله؟
ما آخر آيات تلوتها أو حفظتها؟ هل لفلان علي مظلمة فأتسامح منه في الدنيا قبل الآخرة يوم لا يفر منء من أخيه؟ هل صلاتي وصيامي مقبولان؟ هل أسبغ الوضوء كما حث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أقوم لله خاشعا لأن الله مدح المؤمنين الخاشعين في صلاتهم؟ هل أتصدق بما عندي ولا أخشى الفقر؟ هل حجيت؟ هل اعتمرت؟ هل الدنيا همي بحيث أنها أشغلتني عن ذكر الله وعن طاعة الله؟ شهر رمضان أيها الأحبة فرصة، فرصة عظيمة نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى لأن نرجو جنته ونسلم من ناره. الأخلاق الحسنة تحرم من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. كن سهلا مع زوجك، كن سهلا مع أبنائك، كن سهلا مع جيرانك، كن سهلا في عملك. وكذلك أيها الأحبة من أهم الأشياء الدعاء، الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يحب من دعاه. والتباكي أي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى ولو بإسالة قطرة واحدة، حتى أن الإمام أبي حنيفة يقول: ولو كانت كرأس ذبابة، أخرج قطرة واحدة من عينك خشية من الله سبحانه وتعالى تظفر بأنك تظل اليوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. البكاء من خشية الله، إذا سالت دمعتك على وجهك فهذا ضمان أن هذا الوجه لن يمس النار. إذا بكيت من خشية الله خوفا فاعلم أن الله سينجيك وسيحفظ لك هذا الخوف ليوم تلقاه. فالبكاء من خشية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يمكن للحليب بعد خروجه أو اللبن بعد خروجه من الضرع أن يعود. فالرسول يمثل لنا أن من بكى من خشية الله لا يمكن أن تمسه النار. هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة، كيف أبكي؟ إذا لم تبكي من خشية الله فلا مانع أن تتباكى. كيف أتباكى؟ عندما تقرأ آيات تسمع فيها الوعيد وتسمع فيها الرجاء، تذكر، استعظم الله سبحانه وتعالى، تفكر أن في سجودك أقرب ما تكون بينك وبين الله، اعرف أن الذي وفقك وستر عيوبك ويسر أمورك إلى المجيء إلى المسجد هو يريد أن يسمع صوتك بالدعاء ويريد أن يرى دمعتك، لأن هذه سنة الله في الخلق. لماذا الله سن المرض؟ لكي يسمع المريض يقول: يا رب اشفني. حتى أن العلماء قالوا: إن لم تدعو الله يبتليك الله حتى يسمع صوتك. وهذا الذي تعلمناه في أيوب عليه السلام: 18 سنة وهو يشتكي من الألم حتى دعا الله ورجاه فشافاه الله. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه. فابكي في خشية ربك خاليا، وإن لم تستطع فتباكى، وذلك بالرجوع إلى الله. قال الله في وصف أهل الجنة: الذين يقولون ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
من سأل الله الجنة فقال: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، إلا وقالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن قال: اللهم إني أستعيذ بك من النار، اللهم إني أستعيذ بك من النار، اللهم إني أستعيذ بك من النار، إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، يا من جمعتنا، يا من وفقتنا، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن ترزقنا أن نكون من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على حر النار. اللهم إنا لا نستطيع أن نتحمل يوما في جهنم. اللهم فاجعلنا مع النبيين، واجعلنا مع الصديقين الشهداء، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اجعل الجنة جزاءنا، واجعل اللهم الفردوس مأوانا، وارزقنا اللهم مجاورتك ومجاورة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن
تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.